القائد العسكري كان على رأس الفيلق الذي بادر إلى مهاجمة الجدار المغربي الهائل الذي بناه الملك الحسن الثاني لردع رجال بوليزاريو، والتي كانت مدعومة آنذاك بتدفق السلاح والعتاد من ليبيا والجزائر. حرب أدت إلى كوارث كبيرة. قائد الفيلق الميكانيكي السابق في بوليزاريو خير مثال على ما حصل، فهو فقد نصف وجهه وكاد يفقد يده وساقه في الحرب الضروس. هذا الجروح اللي وقعت في اليد كان كسر، هكذا تشوف، كان فصل فيه ذراع وكان كسر آخر في الفوق، وكان فيه كذلك كسر في الأرجل يعني. بالإضافة إلى جروح خفيفة كان في الجسم. والإصابات في الوجه في معركة سابقة؟ هذه في معركة سابقة تقريبا في بداية 76، في معركة أخرى في الصحراء من قرب العيون تقريبا. حالة محمد ودادي القائد العسكري الصحراوي ليست وحيدة ولا نادرة، ففي هذه الحرب الصحراوية بين بوليزاريو والجيش المغربي سقط قتل كثيرون وجرح عديدون وأسر أو فقد أو تعرض كثيرون آخرون للإعاقة.